توفيق نواصر مواليد قربة 23/11/1965 ضل ختي متي من عمال عروس الشمال مع سبق الإصرار ليكون من أول الأبطال. بلشت مسيرته الرياضية أواخر السبعينات بداية الثمانينات، يعني مع فتحة الاتحاد وتدريبات الجيش وغنية يا رايح وين مسافر. حمل الحزام الأسود من دون فحص بعد ما فاز على فئة وزنه خلال تصفيات المنتخبات وانضم للمنتخب سنة 1984. حصل على العديد من الميداليات مثل برونزية بطولة العالم للجامعات وفضة الألعاب الآسيوية. وسنة 1990 زرع طوبة النجاح الذهبي للتايكوندو الأردنية في بطولة آسيا بحصوله على أول ذهبية دولية حصلها الأردن لكل من الألعاب الرياضية الفردية والجماعية. كررت مسبحة النجاح وحصل على برونزية في بطولة كأس العالم وبرونزية في الألعاب الآسيوية. حمل علم الأردن في الألعاب الأولمبية سنة 1992. عاصر توفيق ثلاث أجيال في منتخب التايكوندو، بعدين قرر يبني على طوبة النجاح ويعلم تايكوندو للمنتخب الرجال من 95 ل 96. انتقل للشباب وبعدين رجع للرجال وبعدين المنتخب الأولمبي عام 2004. بعدها طلع ينشر علمه في الخارج، فهو الآن مدرب منتخب البحرين، ومن شهر تقريبا حصل على حزام 9 دان، وهو يعتبر أصغر واحد في العالم مع هاي الدرجة من غير كوريا الجنوبية. هاي هي قصة بطلنا توفيق نواصر.